تلقى صاحب السمو الملكي الامير سلمان بن حمد ال خليفه ولي العهد نائب القائد الاعلى رئيس الوزراء حفظه الله برقيه تعزيه ومواساه من دوله السيد عمران خان رئيس وزراء جمهوريه باكستان الاسلاميه الشقيقه. اعرب فيها عن خالص تعازيه وصادق مواساته لسموه في وفاه صاحب السمو الملكي الامير خليفه بن سلمان ال خليفه رحمه الله. سألنا المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته ويسكنه فسيح جناته